تحت رعاية الإرش مدريد خالد شعبان كاهن رعية مار الياس بمرج الحمام، وبحضور عدد من الأباء الكهنة وأبناء الرعية، أقيم في قاعة الكنيسة بازار خيري بعنوان ضو الشموع بمغارتنا. واشتمل البازار الذي نظمته كشافة الرعية على الكثير من المشغولات اليدوية والمنتجات الغذائية والحلويات الشعبية ومستلزمات عيد الميلاد المجيد، وهي محتويات تحتاجها العائلات المسيحية والمسلمة في الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأردنية المختلفة، حيث يذهب ريع هذا البازار للعائلات المحتاجة والمستورة وبعض الجمعيات الخيرية. قصة سعيدة أنه نفتتح البازار الأول بالنسبة لي في هذه السنة المباركة لرعية برج الحمام ونعور، وهذا يدل على أنه النشاط الرعية بتجدد عماله وبعطي حيوية جديدة لنفوس المؤمنين، وأنا بصراحة أنا بشجعهم على الجهود اللي قاموا بيها، وأنا بشكرهم وبشوف الحماس الموجود عند الأخوة كلياتهم. وبالنسبة لي يعني أنا هدفنا الأول والأخير تمجيد ربنا، وراح يكون كل رايح هذا البازار لمساعدة الفقراء والمساكين إن شاء الله، وإن شاء الله بالأيام القادمة بتحسن أكثر وأكثر وبتزيد القوة والهمة عند الشباب كلياتهم. بازارنا الثاني بكنيسة مار الياس مرج الحمام، البازار كان للكشاف، بازارنا اسمه ضو الشموع بمغارتنا، كان بازارنا أغلبيته الرايع تبعه رايح للعائلات المحتاجة والعائلات المستورة ومساعدة بعض الجمعيات الخيرية، وكل سنة أنتم سالمين.